GFX Academy. الـ 3D Tools داخل فلاش CS5.5. عشان أتعامل مع 3D عايز أعرف إن هنا في أداة مخصوصة للـ 3D بتاعي. بضغط ضغطة طويلة بيظهر لي حاجتين: 3D Rotation Tool واختصار بتاعها من الكيبورد W، و 3D Translation Tool وده الجي من الكيبورد. اوكي طيب، انا خليني اختار اي واحدة من دول، اي عنصر من دول، وليكن كيوب وان ده، وهقول له اعمله لي اتحرك لي بال 3D. ما لقاهوش متأكتف خالص معي. ليه؟ عشان يتأكتف لازم احوله لحاجة اسمها موفي كليب. الموفي كليب عندي بحوله عن طريق حاجتين، يا اما من الكيبورد بالشورت كات، يا اما من المنيو فوق. هاخدها من الكيبورد الاول، هضغط على F8 من الكيبورد، بيقول لي convert to symbol. اسم السيمبل ايه؟ بقول له مثلا كيوب 1، والنوع بتاعه ايه؟ هقول له الموفي كليب ولا البوتون ولا الجرافيك، بقول له موفي كليب. اوكي، الحاجات دي كلها هعرفها لك ايه هي بالتفصيل لما يجي وقتها. بقول له اوكي كده. انا دلوقتي اتعلمني بعلامه زرقاء حواليها وحاوله لي الايه، لموفي كليب. انا اقدر دلوقتي اشتغل على 3D. اول ما اضغط عليها على 3D روتيشن تول بيظهر لي حاجه زي كده، الار والبي والجي، الار بي جي اللي هي الالوان الثلاثه، الريد والبلو والجرين. تعال الريد عندي بالمحور اكس مكتوب عليها اكس اهي، تعال على المحور واي هتلاقيه بالجرين اللي هو الجي، والبلو عندك بالمحور زد. تعال امسك المحور اكس معايا، انا بعمل كده بعيد عن الشكل، مجرد ما بروح على الشكل بيخلي السهم بتاعي بدل ما هو ابيض بالاسود، واكتب عليه اكس. دلوقتي اضغط لما يظهر عليه كده، وده انك ضاغط معايا واسحب يمين وشمال يمين وشمال، بيديك احساس انك داخل 3D سبيس جوه الفلاش. اوكي كنترول زد، امسك بقى المحور واي فوق وتحت. اوكي عندك المحور زد، امسكه بيبقى عامل زي الروتيشن تول او الترانسفورم تول، ممكن تعمله كده او كده. عندك بره خالص اللي هو الفري، بقى ده الفري اللي هيتحرك لك بكل الاتجاهات زي ما انت عايز. ده فري خلاص، اكس وواي وزد زي ما انت الماوس بتروح بيعمل هو زي ما انت عايز. ده بالنسبة للأداة 3D روتيشن تول، يعني الروتيشن يعني التدوير، يعني بيدوروا حوالين نفسه يعني. تعال بقى على ال 3D ترانسليشن تول، بضغط عليها بيظهر لي ايه؟ بيظهر لي ثلاث حاجات برضو، الار اللي هو الريد، محور اكس هو برضو هو نفس اللون، امسكه حتى لو عملت فوق وتحت، لا هو اكس بس اللي بيشتغل ماكس او بيشتغل مايا او بيشتغل اي برنامج 3D فيه الكلام ده كله. واي فوق وتحت بس، ومحور الزد هتلاقيه قدام وورا، بيديك زي ما يكون بعد للخلف. ده بالنسبة ده. ممكن تعمل اكسباند للمنيو دي، وعندك 3D position and view. البوزيشن ده اللي هو موقعه فين من مساحة العمل. يبقى عندك X والY وطبعا W والهاي اللي هو الويدث والهايت، تصغره وتكبره. عايز تشيل العلاقة بين الويدث والهايت بتشيل ده، يبقى الويدث لوحده أو الهايت لوحده. هنا انا ده اللي انا عايزه، الاكس برضو الواي والزد اهو،
زي ما انا عايز، اخليها زيرو زي ما كانت. حاجة كمان، خلينا نطبق على التكست، هناخده كله التايتل دي كلها، قول له اف 8 او من فوق من كلمة موديفاي وكونفيرت تو سيمبل، بقول له ده التايتل بتاعي، واقول له خش لي على ال 3D، واقول له هات الاكس الواي والزد. هتقول لي راحت فين الزد؟ اقول لك دلوقتي هي راحت هنا. ليه؟ شايف هنا الوقت بالراحة من مكان ما كانت بتروح هنا. ليه بقى؟ دي حاجة اسمها vanishing point، دي بتتحدد من الاكس والواي. ده لو عملت ريسيت كده في الفانيشنج بوينت دي، بص لو انا دوست كده بلاقي في خطين في النص، خط راسي خط طولي، ده الفانيشنج بوينت اللي بيروح عليه المحور زد. يعني لما بعمل كده شايف هنا في نص الستيج، الستيج ده مثلا 700، هي هو 700 هيبقى 650، يبقى في النص بالظبط. والعرض بتاعه، العرض بتاع المساحة العمل دي 400، يبقى في النص بالظبط 200. يبقى انا لو رحت بالزد كده هيروح لي على الفانيشنج بوينت بتاعتي. لو انا رحت جبتها كده شوية، جيت بالزد بالراحة خالص، بيروح على نفس الفانيشنج بوينت بتاعتي في مكان التقاء الاكس بالواي. يبقى انا فهمت الموضوع الفانيشنج بوينت. نرجع تاني عشان نرجعها تاني من الاول خالص.